مشاهدينا مع حلقة جديدة والله في الأدب العربي والأستاذ نجيب محفوظ. أستاذ نجيب محفوظ كتب المجموعة القصصية دنيا الله، وفي قصة قصيرة هي موضوع حلقتنا النهاردة، ضد مجهول. ضد مجهول بمجموعة دنيا الله. أستاذ نجيب محفوظ بيقول على لسان ضابط الشرطة المكلف بالقبض على ذلك القاتل المجهول والذي نفذ كل جرائم قتله بإتقان شديد دون أن يقبض عليه. الحدوتة وببساطة شديدة جدا أنه تكرار حوادث القتل، تقريبا 6 أو 7 حوادث قتل، وكل حادثة غير التانية، وطالت شخص غير الآخر، الفقير والغني، الرجل المتعلم والرجل الجاهل، ولم يستدل على هذا القاتل. والأستاذ نجيب محفوظ بيكتب على لسان ضابط الشرطة واللي مكلف بالقبض على ذلك القاتل المجهول، بيقول: ولم ينم تلك الليلة وظل ساهرا يفكر، ونزعته رغبة في الهروب إلى عالم شعره الصوفي، حيث الهدوء والحقيقة الأبدية، حيث تذوب الأضواء في وحدة الوجود العليا، حيث العزاء عن متاعب الحياة وفشلها وعبثها. أليس عجيبا، أليس عجيبا أن ينتسب إلى حياة واحدة عابد الحق وهذا المجرم الضاري؟ إننا نموت، إننا نموت لأننا نفقد حياتنا في الاهتمامات السخيفة، ولا حياة ولا نجاة إلا بالتوجه إلى الحق وحده. خليكم معانا النهاردة والله في الأدب العربي. والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في احزاننا، وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا. والحيرة اختلطت بقهارات، وألمهم كانت مشتاقة وأحيانا من الصرخات. تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات، تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات. دكتور ماهر اهلا بيك. اهلا بيك دكتور هاني. دكتور ماهر، احنا مع الاستاذ الكبير نجيب محفوظ وقصته القصيره ضد مجهول واللي وردت في مجموعه القصصيه دنيا الله. انا هقرا مع حضرتك الجزء موضوع حديثنا النهارده. بيقول الاستاذ نجيب محفوظ انه على لسان ضابط الشرطه المكلف بالقبض على ذلك القاتل المجهول واللي نفذ كل هذا العدد من الجرائم بإتقان شديد دون أن يقبض عليه، ولم ينم تلك الليلة وظل ساهرا يفكر، ونزعته رغبة في الهروب إلى عالم شعره الصوفي، حيث الهدوء والحقيقة الأبدية، حيث تذوب الأضواء في وحدة الوجود العليا، حيث العزاء عن متاعب الحياة وفشلها وعبثها. أليس عجيبا، بيتساءل، أن ينتسب إلى حياة واحدة عابد الحق وهذا المجرم الضاري؟ إننا نموت، إننا نموت لأننا نفقد حياتنا في الاهتمامات السخيفة، ولا حياة ولا نجاة إلا بالتوجه إلى الحق وحده. يعني قبل ما ندخل في التفاصيل دكتور ماهر، هو ليه سماها ضد مجهول؟ الحقيقة التعبير ده لوحده قمة في الإبداع. يعني مرات كتيرة الأديب بيكون آخر حاجة بيختارها لروايته أو لمقاله حتى هو العنوان، بعد ما يكون الفكر اللي شغله تغلغل في كيانه
بيحط الخلاصة في هذا العنوان. وأنا بشوف أنه القضية الانفعالية التي انفعل بها الأستاذ نجيب محفوظ هو نظرته للموت. ربما كان في ذلك الوقت فقد عزيزا أو تأثر برحيل شخص حبيب، فلا يمكن أن الفنان يتعامل مع حدث كهذا تعاملا عاديا زي بقية الناس. لكن ابتدت بقى التجربة الانفعالية مع الحدث، وابتدى يفكر في موت، مش موت العزيز أو الصديق، لكن في الموت بصفة عامة. وابتدى يشوف أنه ده الحدث اللي بيجمع ما بين أنواع مختلفة من الناس، عابد الحق وهذا المجرم الضاري، والمجرم الضاري. وفي القصة دي جاب لنا عينات فعلا قصد أنه ينتقي عينات متضادة، فهناك الكبير في السن، وهناك الطفل الصغير، وهناك الرجل، وهناك المرأة، وهناك شخص من قمة المجتمع، وهناك الشحاذ الفقير، وهناك المجرم، وهناك ضابط الشرطة الذي يحاول أن يقبض على المجرم. فهذا التنوع الرهيب كان تعبيرا عن ما في قلب الأستاذ نجيب، أن الموت لا يفرق بين شخص وآخر. وفي النهاية بقى صرخة البشرية اللي بتتساءلها من زمان، لماذا الموت؟ وما هو السبب في الموت؟ العقل بيحتار، الفكر بيقف قدام هذا العدو الشرس، هذا الوحش القاسي الذي يدخل ويقتحم ويدمر ويفقد المرأة رجلها، يفقد الأطفال أباهم، يفقد الأب أبنائه، الكل بيسأل ليه الموت؟ ليه الموت؟ وكتعبير عن عجز البشرية وفشلها في اكتشاف سبب الموت، راح مسمي العنوان ضد مجهول. الموت علينا حق فعلا، مفيش خلود، الموت مكتوب علينا، يعني كل الناس بتموت، دي حاجة بإيد ربنا. ليه الموت؟ هو لازم الانسان يموت، لو مفيش موت يبقى مش هيبقى فيه حساب، مش هيبقى فيه عقاب، بسبب الخطيه دخل الموت. ربنا قال كده في موت، لان لازم يموت عشان يطلع غير، عشان نتلاقى بعد كده بربنا، عشان نقدر نتواصل بعد كده مع ربنا. هل يقيد الموت ضد مجهول في الكتاب المقدس؟ لا، ده سؤال حقيقه في غايه الاهميه. وبعيد عن الكتاب المقدس بنكتشف أنه فيه أفكار لا تقنع ولا تشبع ولا تسمن أبدا من ناحية سبب الموت. فمثلا الفكر الشائع ولمعظم الناس بتقبله أن الموت علينا حق، أن الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر باب وكل الناس تدخله، وعلينا أن نقبل الموت على أنه قدر وشيء يعني مقدر لنا أنه إحنا نقبله. لو أنا فكرت بالطريقة دي، ده معناه ببساطة شديدة أن مصدر الموت ليس مجهول لكن هو الله. لما تقول لي أن الموت كأس يقدمه لك الله وعليك أن تشربه، وأن الموت قدر مكتوب لك من الله، فده معناه ببساطة شديدة أن صانع الموت هو الله. معنى كده أن عندك سبب تاني للموت دكتور؟ طبعا، لا يمكن أبداً أنه يكون هذا المجهول اللي بيقيد ضده الموت هو الله. لا يمكن أن يكون الله سبب الموت لسببين. السبب الأول، يا إما الموت يا إما عيب في الصنعة يا إما قسوة في الصانع. تقصد إيه بالصنعة؟ أقصد الإنسان، يعني لو الله هو بيصنعني، هذا الخالق المحب المبدع العظيم القدير اللي أبدع الجلوميرولاي في الكدني، هذه الأجهزة الترشيحية، واللي أبدع الشبكية في العين، واللي أبدع المخ بتوصيلاته الكهربائية، اللي أبدع هذا الجهاز البديع اللي اسمه الكبد، هذه المصفاة العظيمة التي تفوق أعظم مصفاة بترول في العالم، هذا الجهاز المعقد جدا، عشان تقولي في النهاية إنه يتعفن ويتحلل ويصل إلى التراب، أنا من وجهة نظري أن الصانع قد أخطأ وارتكب خطأ في صنعته، جعل هذا الجهاز لا يستمر ولا يدوم. وحاشا لله، لا يمكن أن تكون هناك يعني عيوب صناعة تخلي الجهاز يخرب بعد فترة 60-70 سنة. بس الحقيقة الناس بتموت. ما بتموت، ما أنا بسأل ليه؟
هل هو عيب في الصنعة؟ يعني شركة بتعمل جهاز معمر وبتقول لي انه الجهاز هيجي بعد 70 سنة وينتهي، بسأل الشركة ليه؟ بتقول لي مش قادرين نعمل افضل من كده، لو نقدر نعمل احسن من كده. فهل الله عمل الجهاز ده ما يقدرش يعني يخلد؟ لا يمكن ان يكون عيب في الصنعة. الحل الثاني ان تكون قسوة من الصانع، لو ما كانش عيب في الصنعة يبقى اذا هو قادر انه يعمله بطريقة كويسة، بس هو بقى هيعمله بطريقة بحيث انه يموت، وهو يعلم تأثير الموت على المحيطين بالميت. يعني يقينا الله رأى دموع المرأة التي تفقد ابنها، ورأى دموع الزوجة التي تفقد زوجها، ورأى دموع الأب الذي يفقد ابنه، فهو كان يعلم مسبقا حجم الألم الذي سيعتصر القلوب ويدهس البيوت، وهو يقرر أن هذا الشخص يموت. فإذا كان بقدرته أنه ما يخليهوش يموت وفي نفس الوقت هيخليه يموت، يبقى قسوة من الصانع. وأنا لا أقبل على الله عز وجل، لا أقبل أبدا أن يكون هناك عيب في صنعته أو أن يكون هناك قسوة في قلبه من جهة خليقته وأرقى خليقة له وهو الإنسان. لا يمكن أن يكون الله مصدر الموت، لكن الله من البداية قال للإنسان إنك لو استقليت عني وانفصلت روحيا عني سيحدث لك حدث جلل هو الموت. والحقيقة الموت اللي ربنا حذر منه أنا بشبهه كالآتي يا دكتور هاني، بقول لو أنت عندك مغناطيس قوي وحطيت فيه حلقة حديد، حلقة الحديد بتلتصق فيه، لو حطيت حلقة حديد تحت الحلقة الأولى هتلتصق فيها، ولو حطيت حلقة تالتة تحت الحلقة الثانية هتلتصق فيها، فيبقى عندك مغناطيس وثلاث حلقات. افصل الحلقة الأولى عن المغناطيس، التانيين هيقعوا هيتفسخوا. الموت حالة من التفسخ وتعليق مؤقت لهذا الاتصال بين الروح والجسد وبين الجسد والطبيعة. بالموت يحدث التفكك والتفسخ. كان لابد أن يكون هناك دليل واضح ملموس بانفصال مادي تراه الأعين وتحزن له، دليل على انفصال آخر ليس في مجال المادة لكن في مجال الروح، ونتائج هذا الانفصال المادي لا تقل أو لا تزيد بشاعة عن الانفصال الآخر اللي حدث في عالم الروح. الإنسان ليس جسد لكن روح وجسد، روحه ينبغي أن تتصل وتلتحم بالخالق، وروحه أيضا ينبغي أن تتصل وتستمر ملتصقة بالجسد. إذا انفصلت روحه عن خالقه ستنفصل روحه عن جسده، فانفصال الروح عن الخالق هو الموت، الموت الروحي، وانفصال الروح عن الجسد هو الموت، الموت الجسدي. وأقدر أضيف حاجة ثالثة بقى واقول انه يعني في موت روحي وفي موت جسدي كده عندنا دكتور بالظبط، وبشوف ان الموت الجسدي هو شيء في عالم في العالم المادي انعكاس وتعبير عن مأساة اكبر في العالم الروحي، وده اللي الرب قاله لادم: يوم تاكل منها موتا تموت. واكل ادم، وعندما اكل لم يموت في الحال لكنه مات فعلا، مات ادبيا، مات روحيا، وكان الموت الجسدي هو تحصيل حاصل. فعندما انفصلت الروح عن خالقها كان لابد أن الحلقة الثانية تنفصل عن الحلقة الأولى، لأن الحلقة الأولى انفصلت عن المغناطيس. أقدر أقول كمان أن في انفصال ثالث حصل إحنا برضو شايفينه بس ما بناخدش بالنا منه كتير، أنه ده برضو مرتبط بالاثنين اللي فاتوا، وهو انفصال الإنسان عن الطبيعة. الطبيعة أصبحت متمردة على الإنسان، الطبيعة أصبحت معادية للإنسان، فقد الإنسان سلطته وسيطرته على الطبيعة. وده بيخليني أتساءل: هل الله الحكيم الحلو المحب الطيب الحنون الرحيم أوجدني في أرض تثور علي ببراكينها وزلازلها ورعودها وأمطارها حتى تغرقني وتهلكني وتدمر حياتي؟ هل الله أوجدني في طبيعة تسيطر علي أم أوجدني في طبيعة أسيطر أنا عليها؟ هنا الانفصال في الحلقة الثالثة. يبادر أقول عندما انفصلت الروح عن الله حدث التفسخ الكامل، بس بياخد وقت. كل هذه النتائج نتيجة فعلة آدم، بس فعلة آدم أصلها مش مجرد غلطة، يعني ده اختيار، اختيار الاستقلال عن الله.
عندما انفصلت الروح عن الله انفصل الجسد عن الروح، وانفصلت الطبيعة عن الجسد والروح، أصبح هناك تفسخ في كل شيء. وعلشان كده خطة الله في مشروع عظيم اسمه مشروع الخلاص يشمل علاج كل هذه الأمور. فمثلا لابد أن تعود الروح إلى الله، وده اللي بنسميه الولادة الثانية، علاج الموت الروحي. كتاب يقول لنا أنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا. ثم علاج قضية انفصال الروح عن الجسد في مشروع الخلاص بالقيامة. يقول إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فينا. فمشروع الخلاص الأول يحيي الروح، الأجساد المائتة على قيد الحياة، أما الأجساد المائتة في القبور، لا اللي ماتت في القبور، في القبور هيحييها، هيحييها تاني، والمؤمنين أجسادهم يعني القيامة، يعني القيامة. والأمر الثالث يقول إن الخليقة ستعتق من عبودية الفساد، لأن الخليقة أخضعت للفساد ليس طوعا، فساد يعني التحلل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، اللي أخضعها هو آدم باختياره أن ينفصل عن الله. فيبقى واضح جدا أنه في الكتاب بيقول لي أن القضية ليست ضد مجهول، ليست ضد مجهول، الفاعل هو آدم عندما اختار الانفصال عن الله، فحدث هذا التفسخ الثلاثي، انفصلت الروح عن الله فأصبح هناك موت روحي. إيه مظاهره؟ كل الفساد الأخلاقي اللي حضرتك شايفه. انفصلت الروح عن الجسد، إيه مظاهره؟ كل هذه المقابر التي تراها. انفصلت الطبيعة عن الإنسان وصارت تزل وتستعبده بدلا من أن يكون هو سيدا عليها، إيه مظاهر هذا؟ كل ثورات الطبيعة وتمردها على الإنسان اللي حضرتك شايفه. فالقضية ليست ضد مجهول. دكتور ماهر، يعني أنا سألت نفس السؤال ده يعني فترة من الفترات، طب آدم ارتكب هذه الفعلة وكل هذه النتائج من موت أدبي وموت جسدي وموت روحي والتفسخ اللي تم في الطبيعة، أنا كهاني في 2010 دلوقتي، أنا ذنبي إيه بالنسبة لآدم بعد كام ألف سنة؟ لكن لو كان حطينا الله في الاختيار كنت اختار أحسن من آدم. يعني مسألة لو 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 دي مسألة يعني هزلية وما نقدرش أبدا نستعملها في التفكير في أمور الله، لكن اللي أقدر أقوله أنه مبدأ الوراثة مبدأ يعني جوهري جدا في كل الخليقة، وإحنا بنستعمل، وده تصميم الخالق لخليقته، تصميم الخالق لخليقته أنه يكون هناك توارث لأشياء كثيرة، أن الخليقة هتمشي ومبدأ الوراثة وقوانينه بتحكم النبات، بتحكم الحيوان، بتحكم الإنسان، بتحكم أشياء كثيرة جدا. مبدأ تاني مبدأ المسؤولية والنتائج. الله خلق كائنا عاقلا حرا مريدا مسؤولا عن أفعاله، إذا ارتكب فعل لابد أن يتحمل نتائج هذا. ولأن آدم رأس الخليقة فانتقلت كل هذه المشكلة بنتائجها للبشرية كلها. بالضبط كده، يعني أنا بقول النهاردة أنا كإنسان ولادي يرثوني، يرث الصالح والطالح، إن تركت لهم ثروة فهم يستمتعوا بها، وإن تركت لهم دينا لابد أن يدفعوه، فالوراثة مبدأ ماشي. الأمر الثاني المسؤولية، أنا النهاردة مسؤول عن عائلتي، لو خدت قرار غبي ورحت بعت بيتي وانتقلت لحتة صعبة أعيش فيها بجر ولادي معايا يعانوا نفس المعاناة التي أنا أعانيها. سأعانيها. محدش بيقول يعني إيه ذنب الولاد دول، هي مسؤولية رأس العيلة أو رأس الجنس ومبدأ الوراثة اللي تغلغل كجوهر في تصميم الخليقة ربنا حطه. الحاجة اللي ممكن بقى كمان ترد عليك، إيه ذنبي أنا؟ بلا شك أن الله الحكيم العظيم له مخرج في كل مشكلة، والمخرج اللي أوجده عظيم هو مشروع الخلاص اللي بيقدمه. وإذا أنت قلت أنا إيه ذنبي، ربنا هيرد عليك ببساطة جديدة ويقول لك لا مالكش ذنب يا حبيبي، مالكش ذنب في هذه المعاناة،
طب انت عايز ايه دلوقتي؟ اه مالكش ذنب، عايزك تخرجني من عناية اخرجك. انت تقبل ان انا اخرجك؟ انا عندي مشروع عشان اخرجك، تقبل المشروع بتاعي؟ ادم دخلها، المسيح حلها. ادم يعني عكها والمسيح اصلحها وحلها. عايز انت يعني تهرب من المأساة دي؟ المسيح موجود، مخلص، هو مشتهى كل الامم، هو رجاء الشعوب، هو اللي ممكن تخلص عن طريق. يعني هذه المعضلة حلها فقط في المسيح يسوع. صحيح، في آدم يموت الجميع وفي المسيح سيحيى الجميع. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لكن إن كان بخطية الواحد قد جعل الكثيرون خطاة، فبإطاعة الواحد يجعل الكثيرون أبرار. إطاعة الواحد ده يسوع المسيح. يسوع المسيح. وإن كان بخطية الواحد قد جاءت الدينونة، فبالأولى كثيرا، يقول كده، الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر يملكون في الحياة بالواحد بيسوع المسيح. الأستاذ نجيب محفوظ اتكلم عن ضد مجهول وعن الموت، لكن قال جملة جميلة جدا، إننا نموت لأننا نفقد حياتنا في الاهتمامات السخيفة، ولا حياة ولا نجاة إلا بالتوجه إلى الحق وحده. نموت وحياة واهتمامات سخيفة، ثلاث جمل. طب إزاي إحنا عايشين ونموت وفي اهتمامات سخيفة واهتمامات غير سخيفة؟ هنا النضج العجيب اللي والنظرة الثاقبة للحياة قبل ما يأتي هذا الوحش المفترس اللي هو الموت. وكان الأستاذ نجيب بيقول إيه؟ احنا خايفين قوي من الموت، الموت وحش، بس ما الناس ميتة وهي عايشة، ميتة لما بتعيد نفس الحاجات اللي بتعملها كل يوم، ميتة لما بتسترخص عمرها وتنفقه في جلسات الثرثرة على القهاوي، ميتة لما بتقعد تضيع كل عمرها في كلام لا يعني قيمة له بالمرة، لا يغذي فكر ولا يرقق نفس ولا يرتقي بالروح، مجرد أو كلام دش وعيشة في السخافات وفي التفاهات. الراجل شاف أنه هذا النوع من الحياة هو موت، عندما تنفق عمرك في اهتمامات سخيفة، وفي نفس الوقت يعني بيقول عبارة غاية في الروعة لما بيقول ولا نجاة إلا ولا حياة ولا نجاة إلا بالتوجه إلى الحق وحده. يقصد بإيه الحق وحده؟ ودي نظرة برضو ثاقبة. أنا عجباني وحده يا دكتور مياه. يعني ما فيش تاني لهذا الأمر غير الحق. صحيح، وشايف كمان حاجة جميلة قوي ما يشوفهاش غير برضو الفنان، إن هذه الاهتمامات السخيفة التي يموت فيها البشر مرتبطة بالوهم والأكاذيب، ودي نظرة مش كتير بيلقطوها، لأن هو قال لك إن يموت الناس في الاهتمامات السخيفة. كنت أتوقع يقول لا نجاة ولا حياة إلا بالاهتمامات الجادة مثلا، لكن قال لا، بالاتجاه إلى الحق وحده. فشاف إن الحق هو النقيض للاهتمامات السخيفة. يبقى إذن الاهتمامات السخيفة مجموعة من الأكاذيب. هذه الأكاذيب ممكن تكون أكاذيب فكرية، أكاذيب دينية، أكاذيب عقائدية، أكاذيب في أي شيء. كان يقعد كده بنظرته الثاقبة والساخرة ويبص للناس وكأنه بيقول كل اللي بتعملوه كذب في كذب، وكل اللي بتعملوه وهم في وهم. ودي الحقيقة فعلا، إن الواحد لما بيبص على الناس كأنه بيقول لغاية إمتى تفضلوا في الخدعة دي؟ لغاية إمتى تفضلوا في الوهم اللي انتوا عايشين فيه؟ مش تفوقوا بقى، عمالين تعيدوا نفس الشيء، وهذا الشيء لا يغير فيكم شيء، ولا يقودكم إلى أي تقدم ولا إلى أي رقي، ولا يغير من أخلاقكم. مش تفوق بقى وتحس إن اللي انت فيه ده كذبة؟ العيشة اللي انت عايشها دي، ما تدور على الحق يا أخي، قول فين الحق، فين الحقيقة. أنا منساش أنه في مرة كنت قاعد في مكان عام وابتديت أسمع ناس قاعدين يعني قريبا مني، وأسمع أحاديث، مع أنهم كانوا ناس المفروض أنهم مناصب مش قليلة، لكن قد إيه كم الخرافات والأساطير اللي بيحكوا فيها واللي بيتناقشوا فيها بجدية. بعدين قعدت أقول يا ربي، يعني ليه الناس اللي بالعقول دي عايشة في هذا الوهم وعايشة في هذه الأساطير؟
وبعدين افتكرت التانيين اللي بيعيشوا في وهم آخر، والتالتين اللي بيعيشوا في وهم ثالث، اللي عايشين مع نجوم السينما، واللي عايشين مع نجوم الكرة، واللي عايشين مع يعني أوهام السياسة أحيانا، وده كذب وده كذب وده وهم، واللي عايش مع الثروة، واللي عايش في وهم الثروة. وبعدين فاجئني سؤال، ومش ضمنك ان انت كمان ما تكونش عايش في وهم، ايه اللي يخليك تضمن اللي انت فيه هو الحق؟ فابتديت أصرخ إلى الله وأقول يا رب أقصى شيء علي أني لما أقابلك أكتشف أني كنت عايش في وهم. أرجوك أرجوك أرحمني وامنحني هذه النعمة أن لا تجعلني يا رب أعيش يوما واحدا في وهم. وكان الرد الإلهي يعني كشف في أعماقي أن الحق ليس فكرة والحق ليس عقيدة، لكن الحق هو شخص، هو الله نفسه، الله هو الحق. والمسيح عندما أتى كصورة الله قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الحق شخص. وكانت الإشراقة الجميلة، هيا اقترب إلي والتصق بي فتلتصق بالحق، وكلما ازداد التصاقك بالحق ازداد بعدك عن الكذب. لا أمان ولا نجاة من الأكاذيب إلا بالمزيد من الالتصاق بالحق. بالحق قرب من الحق أكتر، تهرب من الكذب أكتر. ومن يومها جعلت هذا منهج حياتي، علشان ما عيش في الكذب، ما عيش في الوهم، مش هقعد أفحص الكذب وارفضه، لكن أقرب من الحق أكتر، أكتشف إن اللي أنا كنت فيه كان كذب. فالحماية من الأكاذيب والأوهام هو بمزيد من الالتصاق بالله الذي هو الحق. دكتور ماهر، حضرتك يعني تقصد التصاقي بالمسيح الحق وحده هيديني حياة من نوع آخر فيها اهتمامات غير سخيفة؟ أكيد الالتصاق بالله هيغير يعني اهتماماتي، هيغير اهتماماتي بلا شك. طب اهتماماتي بولادي والعمل والنجاح والحاجات دي كلها، يعني دي اهتمامات مشروعة ولا اهتمامات؟ طبعا حاشا لله ان احنا يكون بيقول لنا ان اهتماماتنا باولادنا، لان انا بهتم بهذه الامور وحضرتك لا يمكن تكون اهتمامات سخيفه. دي رساله في الحياه نؤديها، بس في فرق كبير انك تعملها وانت في علاقه مع الله وتؤديها كرساله في الحياه، وانك تعملها غرضك في الحياه. فبتقول ليه الحياه هي الاولاد وبعيش من اجل الاولاد، والناس اللي بتعيش من اجل الاولاد حتما هيدخلوا في اكتئاب، لأنه بيكتشفوا في يوم من الأيام إخفاقات. أنه إخفاقات الأولاد، انفصال الأولاد، ترك الأولاد، أحيانا عدم تقدير الأولاد، فبتبقى كارثة نفسية. فالله أعطانا البيت والأولاد والعيلة والشغل نحقق فيها رسالتنا في الحياة، الرسالة اللي الله عايزنا نمجده من خلالها، لكن ما تكونش الأشياء دي هي غرض الحياة التي نعيش من أجل. دكتور ماهر، أنا بشكرك على هذا الإيضاح. شكرا. الجميل جدا. شكرا. أعزائي المشاهدين، أنا هترك معاك الجملة اللي قالها الأستاذ نجيب محفوظ، إننا نموت لأننا نفقد حياتنا في الاهتمامات السخيفة، إننا نموت لأننا نفقد حياتنا في الاهتمامات السخيفة. أنا أول واحد محتاج أراجع نفسي، اهتماماتي إيه بالظبط؟ أنا مش بقولك أنت، بس كل واحد متقدم له دعوة أنه يراجع نفسه. ولا حياة ولا نجاة إلا بالتوجه إلى الحق وحده اللي هو يسوع المسيح. أشوفك في حلقة تانية، والله في الأدب العربي. فأذهلنا المحدودة رسم لصورة في خيالنا، فينا اللي يشوف المتعالي وكأنه بعيد خالص عنا، والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في أحزاننا، وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا.